المكتبة المركزية جامعة الموصل. تأسست المكتبة المركزية عام 1967 ميلادية، وفي ذات السنة تأسست فيها جامعة الموصل، وكانت تضم ما يقارب 1,000,000 كتاب ودورية ومخطوط نادر، وبذلك أصبحت واحدة من أفضل المكتبات في جامعات العراق والشرق الأوسط، إلى أن تعرضت لكارثة الحرق والتدمير على يد عصابات داعش التي سيطرت على مدينة الموصل بين عامي 2014 و2017. تجاوزت نسبة دمار المكتبة نسبة 90%، لكن هذا لم يكن حاجزا أو جدار يأس أمام قوة الأمل في قلوب أبناء الموصل، حيث انطلق كادر المكتبة وبالتنسيق مع رئاسة الجامعة والعديد من الفرق التطوعية والمنظمات والجامعات المحلية، ودعم كبير من منظمة الـ UNDP والكي اف دبليو الجهة الألمانية المانحة لمشروع تأهيل المكتبة، حيث تم إعادة بناء وترميم المكتبة وتأهيلها من جديد لتكون أفضل من قبل، وتم جمع ما يقارب 300,000 كتاب وكلها تم وضعها في المكتبة المركزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردينا من جديد بفيديو جديد. صح تأخرت عليكم، صار تقريبا أكثر من شهر ونص، لكن سبب الامتحانات ومشاكلها. المهم اليوم أنا بجامعة الموصل ضمن لجنة افتتاحية المكتبة المركزية. المكتبة هاي اللي عمرها مئات السنين، اليوم راح يتم افتتاحها بعد ما دمرت وانحرقت على يد تنظيم داعش. راح تكون احتفالية كبيرة إن شاء الله، وضمن موجود شخصيات مهمة بالجامعة، راح تكون خارج الجامعة أيضا كذلك، راح تكون أكو فعاليات، ومن ضمنها فعالية أو مسرحية في مسرح الموصل اللي هو أيضا واحد من أكبر المسارح الموجودة بالعراق. طبعاً بعد ساعة تقريبا 9:45، بعد ساعة بالعشرة إن شاء الله راح تصير الافتتاحية. خلال هاي الفترة راح ناخذكم جولة جامعة الموصل، يعني بعض الكليات والأقسام القريبة على المكتبة. خلونا نشوف. Thank you.
حاليا متجهين لافتتاح المكتبة المركزية. حاليا افتتحوا المكتبة المركزية قرب رئيس الجامعة ومحافظ نينوى ونجم الجبوري، ونشوف الحشود الكبيرة اللي تدخل عليها. بس أنا حاليا أنا داخل المكتبة المركزية بعد أن تم افتتاحها، وراح أفطر بيها وأصور لكم كل تجديد صار بيها. هاي مجموعة من الصور عن الجامعة سابقا وحيث الدمار اللي كانت مدمرة والكتب المحروقة إلى أن تم تجديدها. هذا جدار من المكتبة المحروقة، خلوه حتى يبقى ذكرى إلى اللي صار إلى للمكتبة المركزية وما آلت إليه من أحداث وحرق، إضافة إلى شعار أو جملة كلمة مستحيل لا وجود لها في قاموسنا، حتى شوف العالم إنه نقدر ننهض إحنا من تحت الركام ومن تحت الدمار. نهاية المعرض، دخلنا إلى معرض المكتبة، ما فيه من كتب ورسومات وإلى آخره. هاي مجموعة من الكتب المحروقة اللي تبقت من آثار الجامعة ومن الكتب، آخر كتب بقت وقدروا ينقذونها. يعني هاي الرفوف مالت الكتب منها القديمة ومنها الحديثة. مكتبة الموصل تعد واحدة من بل هي الأكبر مكتبة في العراق، وواحدة من أكبر المكاتب في الشرق الأوسط. كانت تحتوي في السابق على ما يقارب 1,000,000 كتاب، أما والتي أغلبها بنسبة تقريبا 100% أحرقت، وما تبقي منها شيء قليل لا يذكر. من خلال بعض الجامعات والمؤتمرات تم الوصول أو الجمع أكثر من 300,000 كتاب للجامعة، وتم نقلها عن طريق منظمات وهيئات خيرية وقاموا بإعادة ترتيبها. ننتقل كذلك إلى الجانب الثاني، كذلك نشوفكم الكتب الموجودة هنا، وحدة الأطاريح والرسائل الجامعية. We'll be right back.
القاعة الدولية وركن الدولي الخاص بالكتب والمخطوطات والكتب العالمية منها. نأخذ جولة به بعدة لغات، مثلا هنا نشوف بالتركية، ألمانيا، النمسا، كندا، كوريا الجنوبية، إضافة إلى الولايات المتحدة، ونشوف الجانب الثاني كذلك فرنسا، الولايات أو الإمارات، أيضا اليابان، أغلب الدول هنا موجودة نشوف منها كتب ومخطوطات ودعم للمكتبة المركزية. يعني بالطابق الأخير من الجامعة من المكتبة المركزية وحدة الكتب النادرة. مرحبا ست. هنا شوف هنا آية الكتب النادرة من عندنا، هنا القرآن بخط الحافظ عثمان، أيضا كتب بوكابولاري فرانسيس عربي، هنا عندنا معاني إنجليزية عربية كذلك، هنا حروف ما أعرف أي باللغة العربية أعتقد، لكن قريبة اللغة العربية لكن ما أعرفها بالضبط. هاي هنا واحدة الكتب النادرة، يعني كتب كما يقولون منها موجودة فقط نسخة أو نسختين منها بالعالم، أو يجوز فقط بالعراق أو بعض الدول. كذلك نشوف بعض الكتب القديمة مخطوطات باليد أغلبها كانت مكتوبة. نروح على وحدة ثانية ونشوف بقية الكتب أو بعض الوحدات اللي ممكن واحد يجي يعرفها مباشرة. حالياً بالطابق الثالث من المكتبة، هنا قاعدة الكتب 900 ألف مكتوب، يعني 900 ألف كتاب أو حسب. نشوف كل وحدة ما شاء الله كبيرة واسعة درجة، يعني إنك تتيه بين الكتب ما تعرف أي وحدة تختار ولا أي كتاب تختار. كتب هنا موجودة لكافة الأقسام والكليات، حتى مو فقط الأقسام والكليات، كتب عامة أدبية علمية تراثية تاريخية، كل كتب. بعد ما شفنا بقية حاليا وحدة الدوريات، وحدة المطبوعات الحكومية والأمم المتحدة، هم كذلك نشوف ناخذكم بها جولة. مثل هنا ما نشوف عندنا هنا ملف خاص بالألوان ملحمة التحرير الفاو، صراع نفوذ بين بريطانيا وأمريكا، كل هاي كتب وما مثل ما نسميها ملفات وأرشيف دولي توثيقي للحروب والأحداث السابقة في القرون الوسطى والقرون الحديثة. هنا قدامنا وحدة القراءة، هاي فقط هنا أعتقد للجلوس والقراءة، ما أعتقد بها نعم ما بها أي مكان غير القراءة. هنا فتجي تأخذ كتابك لابتوبك وتقعد وتقرأ بس بدون صوت، يعني بينك وبين نفسك. أنا واحد من الناس ما أقدر هيجي، لازم أعلي صوتي والجيران كلها تسمع. هنا نشوف الطابق الثالث، ما شاء الله مع العلم انه كان العدد محدود وما كان مسموح لاي شخص الا بدعوه يدخل للمكتبه المركزيه، الا كانت هنا موجوده اعداد ما يزيد عن قرابه 1000 شخص موجود برا وداخل المكتبه. اعتقد خلصت جولتنا، ما بقى أي مكتبة أو أي وحدة
ما زرناها وما شفناها. خلينا نشوف اذا اكو فد مكان ما شفناه او ما زرناه. ننهي جولتنا. تنتهي جولتي بالمكتبة المركزية هين عند الجدار المحروق اللي خلوه علامة حتى يبقى العالم يتذكر شلون اللي صار بالمكتبة المركزية، وانحرقت بالكامل ككتب ومراجع بشكل كامل انحرقت، ولكن تم اعمارها مثل ما شفتوا بجولتي هاي السريعة. واعتذر عن سوء التصوير والسرعة لأن ما كان مسموح لي أدخل بالكاميرا، فدخلت بالموبايل، ومثل ما تقولون جولة سريعة هاي كملت المكتبة المركزية والمسرح. المقطع راح يكون فد مرة طويل، يعني أتوقع راح يصل 20 دقيقة أو أكثر. احتمال راح أسوي مقطعين، واحد المسرح وواحد المكتبة المركزية. إن شاء الله الفيديو الجاي راح أشوفكم كليات وأقسام الجامعة. إذا تردون اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون أهم شيء الاشتراك الاشتراك الاشتراك. عندك مكتوب جواب الأحمر اشتراك، اضغط على اشتراك، وعندك لايك وتعليق أهم شيء، ومشاركة للفيديو. معودين والله وصلوني 1000، ما يصير هيك شيء. أتعباني ولحد الآن ما واصل 1000 شخص، بس 1000 مشترك. يلا في أمان الله.